أكثر منها. خدمة الخدمة الفندقية الموجودة ما في مثلها. مواصلات يعني على قدم وساق، مواصلات سيارات، ليموزين، باصات، مترو، شو نبال، الحمد لله رب العالمين. نحن اللي نبال تعاون الجميع وتعاون الإخوان من مسافرين، نحن خاصة المقيمين ومواطني دولة الإمارات. اللي بيونا على المنافذ شوي يتحملونا في هاي الفترة لو شيء بسيط، ولكن نحن بنحاول نبذل قصارى جهدنا أن ما في حد يتأخر وما في حد إن شاء الله، والحمد لله إلى الآن التأخير غير موجود يعني. ولكن نحن نعذر من يقول أن هناك ازدحام لأن أعداد المسافرين بالزياد. لما تتحدث عن 122 في اليوم الواحد يعني خلال 24 ساعة دخول وخروج يعني أنا أعتقد الحمد لله والعدد بيزيد. وبنتذاكر إن شاء الله أن الله أعطانا العمر يا أبو راشد السنة الجاية هاي 122 بنكون طفناها إن شاء الله. ان شاء الله يا رب. ومثل ما ذكرت ايضا بيكون دعم ان شاء الله من خلال الموظفين اللي يتدربون الان واللي بيتعقون الخدمه ان شاء الله في المنافذ سواء الجويه او المنافذ بشكل عام ان شاء الله. هذا بيكون دعم ان شاء الله ايضا لتخفيف ايضا الازدحام اذا وجد ازدحام ان شاء الله يا رب العالمين. طويل العمر بما يتعلق تخبرنا اكثر عن الخدمات السريعه للمطارات من خلال البطاقه الذكيه. طويل العمر البوابه الذكيه. نعم البوابة الذكية طال عمرك نحن اليوم إن شاء الله بنكون رتمنا تقريبا 5 بوابات الحين تقريبا أنا موجود في المطار. نحن ننتظر بس المهندسين يخلصون التجريب. ها موجود في المطار حاليا اسمح لنا على غثيناك طويل العمر. لا طال عمرك نحن في اجتماع وجماعتنا كلهم يسمعونك. الله يعزك جزاك الله خير يا أبو راشد. لا بالعكس إن شاء الله نحن بنكون على تقريبا قبل نهاية شهر واحد بنكون ركبنا تقريبا 14 بوابة ذكية في ترمينال 3. هاي بس في فقط في ترمينال 3. في ترمينال 3 القادمة هذه بتحل يعني هذه تقريبا بيكون فيها توقف بسيط جدا ما فيها توقف سواء بالبطاقة أو بجواز السفر. أوتوماتيكيا تقرأ تقارن الصور قارن الأسماء وإن شاء الله يعني هذه صراحة طفرة حضارية جدا ممتازة وبتسهل من موضوع المسافرين القادمين. هذا بيكون الحدث الأهم بالنسبة لنا نحن في 2013 بالإضافة طبعا إلى برامجنا الأخرى بالنسبة للأذونات والتأشيرات والمعاملات تطوير عملياتنا الخدمية الإلكترونية إن شاء الله في الإدارة. نعم إن شاء الله. في الوقت الحاضر أيضا نحن عندنا براشد طال عمرك ما تعرف المهلة مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أن هي رئيس الدولة بشأن المخالفين. نعم. وأخو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. نعم. بتسهيل مهمة المخالفين الماكثين في الدولة بإنهاء إجراءاتهم على بالشكل السريع ومغادرتهم بوجه السرعة لبلدانهم. نعم. الحمد لله نحن وفرنا 3 خيام موجودة اليوم في العوير، خيمة مستقلة نسائية وخيمتين للرجال. نعم. أحب أنوه وأشكر الدوائر الحكومية المساندة لنا نحن وفي نجاحنا في هذه المهمة ممثلة في شرطة دبي، الدفاع المدني، الأسعاف، هيئة دبي للمواصلات بتوفيرها سيارات إجرة وتوفير محطة باصات خاصة لفترة المهلة فقط، وهذا الشيء يشكرون عليه الأخوان الصراحة. الكل متعاون، الكل ما مقصر، لجنة دبي للعمال واقفة مع العمال في تقديم سواء المشروبات الباردة والساخنة يعني الحمد لله رب العالمين. فرق العمل تعمل على أكمل وجه. طبعا هذه كلها في تسهيل المهمات، هاي توجيهات ومتابعة شخصية من سيدي سمو الشيخ سيد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتسهيل مهمتهم وجعلها سهلة ومغادرتهم ومعاملتهم المعاملة الإنسانية الطيبة ولله الحمد. يعني في تجاوب طويل العمر من قبل المخالفين؟ رب العالمين التجاوب موجود والمخالفين يجون. نعم. وفرق الاستقبال تستقبلهم
قد ما نقدر نسهل. وايضا هناك في 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 سهوله يا طويل العمر في مغادرتهم ايضا، سهلت نعم الامر نعم لمغادرتهم بيسر وسهوله نعم ان شاء الله. نعم نعم سهل سهل جدا. نعم. الاعداد بادي تزيد الحين في الفتره، نحن تقريبا عدينا مرحله يمكن 24 يوم من بدايه المهله او 22 يوم. نعم. تقريبا عدينا النص الاول، النص الثاني نتوقع زياده الاعداد، ولكن فرق العمل تعمل على أكمل وجه من الساعة 7:30 الصبح للساعة 8 المساء. نعم. والحمد لله الأمور على خير وما يرام. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. نعم. شكرا أيضا نثمن الدور الكبير لشركائهم مثل لشركائكم في هذه الحملة مثل ما ذكرت، وهم أيضا نثمن الدور الكبير لوزارة العمل. أنا استمعت إلى بن ديماس جزاه الله خير وكيل وزارة العمل يتحدث من خلال طبعا الأخبار في نور دبي، تحدث عن موضوع يا طويل العمر بأنه كل من يغادر يعني اللي عندي مثلا عمال مخالفين ويغادرون، يعني قال بسطنا لهم الإجراءات، يعني بسطناها جدا، مجرد ما يجيب ورقة المغادرة خلاص يعتبرون نلغيهم من النظام عندنا. وقال أيضا في تنسيق بيننا وبين وزارة الداخلية أيضا بما يتعلق بهذا النظام، يعني خلاص فالأمور مسهلة الحمد لله رب العالمين. لا لا الحمد لله الجماعة كلهم مقصرين جزاهم الله الحمد لله الحمد لله. وأيضا الموظفين قائمين بواجباتهم على أكمل وجه، يعني الله يجزيك الحمد لله رب العالمين. الله يجزيك خير والله يجزيكم خير، ونتمنى لكم التوفيق. ونحن صراحة يعني سعيدين سعادة اللواء بالتواصل معك، وسعيدين بهذه الأخبار الجميلة وهذا الكلام الجميل. ما شاء الله 122 ألف لو قسمتم على 24 يطلعوا لك في الساعة 5000 مثل ما تقول يا طويل العمر. أنا عندي جدول الساعات 5080 واحد بعض الساعات براشد نحن نوصل فيها في خلال ساعة واحدة يكون موجود عندنا نتوقع 3500 ما شاء الله في ساعة واحدة ممكن ينزلون 3500 بمجموع طائرات. نعم ينزلون يعني في وقت واحد، ينزلون خلال ساعة زمن واحدة. يا الله شوف شو قايل الساعات. نعم. الجدول مجدول بالساعات من الساعة 12 نعم لين الساعة 12 بالليل. نعم. يعني في أوقات نعم ننزل يكون ما عندنا، يمكن يكون عندنا 400-300 نعم على حسب الطيارات مثلا أو نعم حركة الطائرات. نعم. نعم نعم خلاص. هو عادة ما زيد بالليل طويل العمر بالليل، هي بالليل من عقب المغرب إلى أن تصبح هذه كل الطائرات، أظني أغلب الطائرات تجي في هذا الوقت خاصة القدر. أبو راشد الوقت من نزول الطائرة نعم وحتى استلامك للحقيبة ووصولك للسيارة نعم احسب الوقت نعم قصير جدا مقارنة بالمطارات الأخرى قصير جدا. اللهم لك الحمد. جميع الجهات الله يطول بعمرك العامة. لا 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 ما يخص حتى ما يتعلق نعم بالجمارك، يعني بعد الجوازات تيجي الإخوان في الجمارك، يعني جزاهم الله خير. لا بالعكس متعاونين وما مقصرين، وإشادة كبيرة من كل العالم، ما منا الحين طويل العمر بحسب أن الحين نقول أهل البلاد مثلا ونمدح بلدنا، لا اللهم لك الحمد. هذه إشادة كبيرة الحمد لله من كل من يتعاملون مع منافذنا الجوية الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حتى ما يتعلق بالمنافذ البرية طويل العمر الآن أنت في إشادة بالمنافذ البرية الحمد لله، يكون تكدس بالساعات في بعض الأماكن خاصة ما يتعلق بالمنافذ البرية، ولكن الحمد لله يقول لك يومني الإمارات يقول لك ننسى هذا كله. اللهم لك الحمد والشكر، هاي نعم الحمد لله رب العالمين. لا وبراشد ببشرك إن شاء الله نحن قريبا جدا بنكون افتتحنا منفذ حتى الحدودي أيضا. الجديد هذا مبنى أرقى الخدمات فيه مسارات عديدة. أيوة متى بيكون طويل العمر؟ أربع أضعاف المسارات الحالية ما شاء الله الموجودة. يعني نحن إن شاء الله يعني تقريبا ما بقدر أعطيك التاريخ يعني السنة القادمة إن شاء الله. لا أنا أعتقد أن يعني باكر بينزل خبر. لا نعم. خلنا نحن هذا الخبر نخليه نعم لأن عشان يكون لي مناسبة إن شاء الله يفتتح عليها هذا المركز، لكن مركز خدمات بيكون إن شاء الله حديث نعم متميز حديث مثل ما تعودنا الحمد لله. يعني تعودنا اللهم لك الحمد إن شاء الله بيكون حديث الناس إن شاء الله. اللهم لك الحمد إن شاء الله. الله يتمم على خير ونتمنى نعم إن شاء الله أن الأمور تمشي حسب ما هو مخطط لها إن شاء الله. وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كانت واضحة وصريحة في زيارته الأخيرة نعم على أن يكون مركز نموذجي في تقديم الخدمات للقادمين والمغادرين إلى سلطنة عمان الشقيقة إن شاء الله. طويل العمر هناك أيضا كان جهاز في معرض جايتكس للمنافذ البرية جبتوه أنتم كإدارة عامة للإقامة والشؤون الأجانب بدبي. مشروع عابر الجماعة شغالين عليه. مشروع عابر ما بجهاز هذا مشروع عابر بوابة نعم.
الإلكترونية للسيارات، لعبور السيارات للمسافرين مستخدمي المنفذ بشكل نعم. يومي. ما شاء الله. بيكون دخولهم وخروجهم بطريقة سهلة جدا وسريعة إن شاء الله. الله يجزيكم. مشروع يعني هذا بيكون مسار خاص، مشروع نعم. عابر، عابر سموه الأخوان. إيه نعم نعم للناس العابرين. ده نعم حلو نعم. اسمه. حلو. نعم. حلو. الله يبارك فيك. حلو. مثل آمر وعابر كل حرف الراء أخذ شيء عندكم. نعم طبعاً. نعم نعم. نعم هذا نحن. عشان الأسامي ما تنسى طبعاً. نعم بالضبط. الله يجزيكم. الله يجزيك خير سعادة اللواء. الله يبارك لكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله، والمزيد من الرقي من المزيد من الرقي والتقدم في الخدمات ان شاء الله المقدمه من خلال المنافذ البريه او الجويه لدوله الامارات العربيه المتحده، ونخص بالذكر ايضا مطار دبي الدولي جزاكم الله خير، وواجهه مشرفه ولله الحمد. يعني هو دوله دائما انت الان ترى البلد من خلال دخولك الى اي مطار، هو يعطيك انطباع عن البلد، والحمد لله الحمد لله الحمد لله الانطباعات كلها جميله، مجرد انت ما تلتحق باي طيران تابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، سواء طيران الإمارات أو طيران الاتحاد، أي طائرة أو فلاي دبي أو العربية، أي طائرة أنت تركبها تحس بالفرق، اللهم لك الحمد والشكر، وتحس بهذا البلد اللي أنت مسافر للحمد. نحن أبو راشد نحن طال عمرك جميع الدوائر العاملة في مطارات دبي هناك متابعة شخصية من سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. نعم. الشيخ أحمد شخصيا يعني يتابع هذا اللي تشوفه أنت إذا صار الزحام، نعم. إذا صارت حركة زيادة، إذا شخصيا متابع. يعني إذا كان الشيخ أحمد شخصيا متابع، فنحن يجب علينا أن نبذل جهد أكبر. نعم. هذه طويل العمر من الدورة الأولى المبنى 3 قلنا تقدم بخالص الشكر والامتنان لسعادة اللواء محمد بن أحمد المري على كلام الطيب وعلى معاملته أيضا الحسنة والطيبة، ويعاملنا كأبناء. جزاك الله خير. الله يجزيك خير. هذا يا أبو راشد. نعم. مرة نتكلم على الهواء نحن الله يبارك فيك. بالعكس. لا جزاك الله خير. لا بالعكس. يعني اللي ما يشكر الناس ما يشكر الله. بالعكس والله يا ابو راشد نحن مدعومين دعم غير عادي، طال عمر الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه لنا ويخلي لنا اياه. هذه يقول من افضل الادارات من افضل الادارات طويل العمر، هذه اشاده ايضا من افضل الادارات هي اداره الجزيه والاقامه بدبي. الله يجزي سعاده اللواء خير الجزيه. جزاك الله خير. الحمد لله. لا والله دائما شيوخنا داعمين وعاطينا الفرصه، الواحد ما بيقصر، وشبابنا هم شباب الوطن. جزاكم الله. وهم اللي مسؤولين عن دولته، وهم اللي بيضحوا لها، وهم اللي بيخدمون فيها. ونحن والله تجي على والله ما مدحن فيك ولا قدامك، والله تجي على الجوازات يعني الكل يستقبلونك برحابة صدر بابتسامة تفضل، يتعاملون مع الناس كلهم سواسية، الضباط اللي موجودين اللي مثل ما تقول يقومون بإزاهم الله خير بفتح هذه الممرات المغلقة أوقات عساس يوزعون الناس على الكاونترات، هذا شيء جميل ما يوجد في بلاد. أنا طويل العمر صرنا بلاد ودي وحدة، صرنا بلاد يأيم الحج فيها الناس والله متغربلين وماي زمزم مالهم وبحراماتهم ومتلعوزين وذايقين الويل. الحمد لله رب العالمين يوم تي بلادنا أيام الحج مثل ما تقول صالات خاصة الحمد لله وكاونترات خاصة أيضا. الآن تدايت وقت الزحمة تشوف ضباط واقفين ينظمون لك حركة السير داخل مبنى المطار عند الجوازات، يقول لك سر منه ولا يقول لك سر منه ولا يفتح لك مثل ما تقول هذه المعابر الموجودة هناك، شيء جميل اللهم لك. الله يديم علينا النعمة والخير ويديم علينا هالناس الطيبين اللي يتابعون هذه الأمور كلها. شيوخنا جزاهم الله خير. الله يبارك فيهم وخليهم. آمين يا رب العالمين. آمين 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 آمين. آمين. والله أنا ما أنسى حديث الشيخ محمد هايش المرة طويل العمر من الإخوان تدحوا طيران الإمارات، فشو قال الشيخ محمد؟ والله أتذكر كلامه، قال يوم تطير مثلا يفتحون خط جديد، قال حتى الشيخ احمد بن سعيد كان موجود، قال يوم يفتحون خط جديد اطرش عملاء سريين اثنين، حتى احمد بن سعيد يقول ما ادريهم ولا حد يدريهم، يقول ما حد يدريهم غيرنا، يتعاملون وياي دايركت يقول ويخبروني يقول شو يستوي اول باول في الرحله سير وردي، يقول حتى اوقات احمد بن سعيد يتفاجئ يوم اقول لي يقول ايش دراك لين هالدرجه، يعني في متابعه اذا الشيء كان يقول لك يعني عين المال صاحبي يا طويل العمر. إيه؟ طال عمرك نحن ما نقدر نتكلم عن الآلية اللي متبعة متابعتنا نحن شخصيا ومتابعة الموظفين زين، وهذا هذا طويل العمر أيضا هذا الموضوع، هذا الكلام لأكبر الأثر طويل العمر لأكبر الأثر في تقديم كل الخدمات وتحسين الخدمات المقدمة أيضا، إذا كان في متابعة وفي استمرارية بالمتابعة يا طويل العمر وفي مثابرة بالمتابعة هذه يا طويل العمر يكون في إنتاج يا طويل العمر، يكون في تحسين في الخدمات، اللهم لك الحمد. نعم والجهود المبذولة مثل ما ذكرت يعني من الكل جزاكم.
راشد والله الجهود، ولا تعتقد أن هناك موظف يتقاعد لا لا الحمد لله بيقصر ولا بيقصر ولا لا يزاهم الله خير ما تتصور دواماتهم تخلص لا يزاهم إذا هم إذا مداومين آخر الليل دواماتهم تخلص وما يروحون لما يصفون الصالة رغم أن دوام الصباح يستلمون الله يجزيهم خير ودوام آخر ليل يستلمون وآخر نهار بيروحون ما يروح دوام آخر نهار لما يصفر الصالة يعني هذا اتفاق ما بينهم لا يزاهم الله خير مستوى العمر على مستوى واحد من الاخوان يوم نزل وخلص وهذا قبل ما يوصل طلع من عند الجوال قال لي بخلوني انا بدز الكرسي يبا يمرن يديه روحي على الكرسي المتحرك يوم وصلت يقول عد مال جمارك عفد لي واحد من الشباب مال جمارك ويا قلت لي لا قال لا والله وحلف يقول ودزني وصلني لين يقول عند يقول طيران الامارات وخذ لي خذ لي ورقه مال السياره مال طيران الامارات ودزني لين السياره برا وبطل لي الباب وركبت وخذ يعني يقول لين هالدرجة لا عارف يقول ولا عارفني شوف شو قايل الحمد لله رب العالمين اللهم هاي نعمة هاي نعمة لا لا اللهم نعم رب العالمين اللي حباها بشعب دولة الإمارات العربية اللهم المتحدة اللهم لك الحمد الحمد لله رب الحمد لله رب جزاك الله خير يا الله يجزيك خير سعادة اللواء سامحني كل عام وانت بخير لا بالعكس انت سامحنا كثيرا الله يطول عمرك جزاك الله خير وانك ترك تكمل جولتك في المطار الله يحفظك والله وتسوي رياضة ما شاء الله عليك مشيت من تيرمينال 1 لين تيرمينال 3 هذه روح عاد كانك ماشي من بورسعيد لين راشدية ما شاء الله عليك الله يواليك الصحة والسلام والعافية إن شاء الله الله يطول عمرك حياك الله يطول عمرك يا أهلا وسهلا يا حضر الرحمن نتواصل معكم مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان والله يديم علينا إن شاء الله الأمن والأمان والعز والرخاء إن شاء الله وكل شيء طيب يا طويل العمر وهذه الخدمات أيضا الجليلة اللي تقدم من كل الجهات اللهم لك الحمد والشكر والله خدمات جليلة وخاصة ما يتعلق بمواقع مثل ما تقول مواقع استقبال ومواقع توديع مثل مطارات وهذه لا شيء اللهم لك الحمد والشكر يعني اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين اللهم لا تغير علينا إلا إلى الأحسن يا رب العالمين نتواصل معكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل وجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعين الكرام مشاهدي الكرام خلال راديو الرابعة الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان وتواصل معكم هاي رسالة تقول لو سمعت تريد رقم بنت النوخذة لأسماك وشكرا ما بيد بنت النوخذة والله ما أعرف يا طويلة العمر هذا ممكن تشوف الاتصالات الاستعلامات الاتصالات 181 أو 7000 ما أعرفه بنت النوخذة ما أعرفه والله هذا يقول تعبنا ونحن نقدم في جوازات بي وما حد يرد علينا كيف يوظفون عندهم آليات للتوظيف يا طويل العمر أنا لا أعرفه وبكانك مراجعة الموارد البشرية بالجوازات والله ما أدري عموما هذا يقول ليش خالفوني ما دام خالف بيخالفونك عموما يقول تهنئة خاصة لفريق سكاي دايف للدراجات النارية لسيطرته على بطولة قطر للدراجات النارية وأخص التهنئة طبعا وأخص بالتهنئة أعضاء الفريق مدير الفريق عبد الله سيف وعبد الله ناصر وعبيد الكتبي ومحمد شامسي وخالد خميس وسيف الكميتي وأنوار بن خسيف نحن أيضا نقول لهم ألف ألف مبروك لفريق سكاي دايف للدراجات النارية اللي سيطروا على البطولة في دولة قطر الشقيقة ودائما يبيضون الوجه جزاهم الله خير أيضا يقول هني نشكر سعادة ناصر البدور طبعا وكيل وزارة الصحة ومدير منطقة دبي الطبية جزاه الله خير تحدثنا عن موضوع قبل يوم الأربعاء كان موضوعنا ولا يوم الأربعاء تحدثنا عن موضوع واحدة من الأخوات في كوريا طبعا أنا غلطت وقلت في سنغافورة لا في كوريا طبعا ويقول الحمد لله رب العالمين تم التواصل مع هذا رد ناصر البدور يقول تم التواصل مع هيئة الصحة بأبو ظبي طبعا مسافرين عن طريق هيئة الصحة بأبو ظبي وتم الإجراء وانتهى جزاك الله خير يا سعادة ناصر البدور جزاك الله خير وفي ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب العالمين الله يجزيك خير يا ربي كثر الناس اللي من مثالك أيضا يقول تحدث عن مخالفة في إمارة الشارقة والشارع يقول فاضي والله طويل عمر هذا شرطي ويعرف شغله وإذا عندك أنت تظلم على المخالفة بإمكانك أنك تراجع إدارة المرور يا طويل عمر وتظلم على هذه المخالفة عند الضابط المسؤول في إدارة المرور بإمارة الشارقة معلش هذه واحدة مطرشة رسالة
وتقول بعدين هل هذه إشاعة؟ أنا طويلة العمر معلش، إذا الحين سمعنا أخبار من خلال التليفون فهذه تعتبر كلها إشاعات. إيه؟ يوم بي خبر رسمي بينزل في الجرائد وبيقولون عنه في الأخبار الرسمية، هذا بيكون خبر رسمي أو من الوسائل الرسمية، وإذا كان غير ذلك فهذه إشاعة. ما خليل غلق الوقت طويل العمر، هي غلق الوقت. مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام مشوارنا معكم لهذا اليوم، وإلى نلقاكم إن شاء الله غدا في تمام الساعة 10. تقبلوا تحيات جميع الأخوة العاملين براديو تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان، دمتم بخير وصحة وسلامة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء إن شاء الله. رؤى استراتيجية، دورية علمية فصلية.